السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض درس النقل في النبات. النقل في النبات. نظام الحصة هيمشي إزاي؟ نظام الحصة مش هقولك على مرحلتين. مرحلة هيكون فيها صور زي ما انت شايف كده. هنعمل حاجة اسمها تغذية بصرية. يعني ايه تغذية بصرية؟ يعني كأنك بتغذي بصرك كده علشان خاطر المسائل والأسئلة اللي بيكون فيها رسومات. والطريقة التانية او المسار التاني هو اني هجيب لك مثلا صفحة فاضية خالص كده وابدأ اشرح لك عليها عشان خاطر تفهم. يبقى انا الاول افهمك المعلومة على صفحة بيضة كده على بياض، وبعد كده اخدك افهمك الايه او اشرح لك الصور دي والكلام المكتوب عليها كله، تمام؟ فتعالى نبتدي كده. الاول قبل ما نبدا ان احنا ندرس النقل في النبات، ناخد الاساسيات بتاعتنا. الاساسيات بتاعتنا بتقول لي ان انا عندي الانسجه في النبات بتنقسم لنوعين من الانسجه. يعني الانسجه في النبات، تعال نشوف كده الانسجه النباتيه. انا عندي كلمه نسيج يعني مجموعه من الخلايا. الانسجه في النبات بتنقسم الى نوعين. اول نسيج هقول عليه نسيج بسيط، والنسيج الثاني هقول عليه نسيج مركب. ماشي. كلمة أصلا نسيج بسيط معناها إن الخلايا بتبقى شبه بعضها. يعني كلمة نسيج مجموعة من الخلايا، أمال كلمة بسيط، بسيط يعني الخلية دي شبه الخلية دي، فده كده اسمه نسيج بسيط. الخلايا كلها فيها نفس الصفات. إنما النسيج المركب معناه كده إيه؟ إن الخلية دي ممكن مثلا تكون حية، لكن الخلية اللي جنبها دي مش شرط انها تكون حية. الخلية اللي جنبها خالص برضو دي ممكن تكون مثلا ميتة، خلية مدورة، خلايا ميتة، خلايا غير منتظمة الشكل، وبالتالي بيقول عليه نسيج مركب. النسيج المركب ده بيشمل كل من الخشب وبيشمل اللحاء. والخشب واللحاء بيبقوا عاملين زي الأوردة والشرايين، فحتى بقول لك عليها اسمها الأوعية الدموية. فبرضو النسيج المركب ده ممكن أقول عليه اسم نسيج وعائي. اسم النسيج إيه؟ وعائي. طيب كلام جميل. طيب تعال ناخد الاول النسيج البسيط. انا عندي النسيج البسيط ده بينقسم الى نسيج بارنشيمي، او النسيج اسمه ايه؟ نسيج بارنشيمي، وبعد كده نسيج كولانشيمي، ونسيج اسمه اسكلارنشيمي. الكلام ده انت خدته في سنه اولى، بس تعال نراجع عليه سريعا كده. النسيج البارنشيمي الخلايا بتكون حية عادي خالص، اهيت الجدار بتاعها بيتكون بشكل اساسي من السلولوز، بس بيكون في ما بينها مسافات بينية. وظيفة المسافات البينية هو ان مثلا ممكن يدخل من هنا غاز زي مثلا الاكسجين، يخرج من هنا غاز مثلا زي ثاني اكسيد الكربون، يخرج مثلا بخار المية اللي هو H2O. فيبقى كده النسيج البارنشيمي ده بيحتوي على حاجة اسمها مسافات بينية. مسافات ايه؟ بينية، يعني مسافات بتكون موجودة ما بين الخلايا. وظيفتها ايه؟ وظيفتها التهوية، او ممكن نقول عليها التنفس. ماشي. طب امال النسيج الكولانشيمي؟ النسيج الكولانشيمي المسافات البينية وبتكون بشكل اساسي اهوت من السلولوز، بس المسافات البينية اتغلص فيها سلولوز كمان، غير اصلا ان الجدار بيتكون بشكل اساسي من السلولوز، لا احنا زودنا كمان سلولوز. طيب وظيفة السلولوز ده ايه؟ وظيفته هو التدعيم. يبقى انا دلوقتي المسافات البينيه حطيت فيها السلولوز علشان اعمل ايه؟ اعمل تدعيم. التدعيم. طيب وساعات برضو بيكون جواها الخلايا دي بيكون جواها بلاستيده خضراء. طيب لما يكون جواها بلاستيده خضراء تعمل ايه؟ تعمل بناء ضوئي. طيب اما النسيج الاسكارانشيمي، النسيج الاسكارانشيمي ده بيكون الخلايا هيت عادي خلاص، هيت بيكون فيها سلولوز، بيترسب فيه سلولوز من الخارج اهوت، وبيترسب من الداخل ماده غير منفذه للميه اسمها اللجنين. تلاقي من الداخل كده مادة غير منفذة للمية اسمها اللجنين، وبالتالي مفيش مية تقدر تدخل ولا تخرج، فالخلايا بتكون ايه؟ خلايا ميتة. أمال وظيفة النسيج الاسكرانشيمي ايه؟ هو التدعيم وإكساب النبات الايه؟ الصلابة. إكساب النبات الصلابة، لأن أنا عندي مادة اللجنين اللي بترسب على الداخل دي بتكون أيات لجنين، مادة صلبة غير منفذة للماء. يبقى النسيج البسيط معايا بنقسم الى نسيج بارنشيمي وكولانشيمي وسكالانشيمي. قلنا النسيج البارنشيمي الخلايا بتكون حية، لان اصلا مفيش اي مادة بتكون غير منفذة، يعني لان الجدار بيتكون بشكل اساسي من السلولوز، وبيكون في ما بينهم مسافات بينية. المسافات البينية دي وظيفتها التهوية والتنفس، تهوية وتنفس.
طيب الكولانشيمي المسافات البينية ترسب فيها مين؟ ترسب فيها مادة السليلوز، والسليلوز دي بتدي للنبات التدعيم بس ما بتمنعش، يعني بتكون مادة منفذة عادي خالص للمية، بتكون منفذة للمية، وبالتالي الخلايا بتكون ايه؟ خلايا بتكون حية، بتدي للنبات الايه؟ التدعيم. وساعات بيكون في بلاستيدات خضراء، وبالتالي النسيج الكولانشيمي لما بيكون في بلاستيدات خضراء بيقدر ان هو يعمل عملية البناء الضوئي. انما النسيج الاسكرانشيمي بيكون في من الخارج بيكون في سيلولوز، ومن الداخل بيكون في الليجنين، والليجنين ده بيكسب النبات الصلابة، وبرضه وظيفة النسيج الاسكرانشيمي اللي هو التدعيم. طيب تعالى نشوف الكلام ده على الصور، بص كده معايا، ادي اهوت الخلايا معايا او الانسجة معايا، قلت لك نسيج برانشيمي، ادي النسيج البرانشيمي، في مسافات اي فراغات هوائية ما بين الخلايا اسمها مسافات ايه؟ بينية، وده طبعا قطاع عرضي، وده كده منظر طولي. يعني انا جبت الخلايا مثلا كده اهوت، ورحت قاطعهم وابص عليهم من العرض، انما هنا كده انا ببص عليهم من الطول، فاسمه منظر ايه؟ منظر طولي. ففي مسافات بينية هنا للتهوية. طيب عندي النسيج الكولانشيمي المسافات البينية تغلص فيها السيلولوز، والسيلولوز بيكون منفذ عشان كده الخلايا بتكون حية، تمام، وده بيكسب النبات الايه؟ بيكسب النبات التدعيم. والنسيج الاسكرانشيمي لا، خلايا بقى بتكون ايه؟ ميتة بسبب وجود الليجنين الغير منفذ للمية. طيب نيجي بعد كده للنسيج التاني، وهو النسيج المركب. النسيج المركب قلت لك بينقسم الى خشب ولحاء. انا عندي الخشب ده بيتكون من حاجة اسمها اوعية الخشب، اوعية الخشب، وحاجة اسمها قصيبات، وحاجة اسمها برانشيما الخشب، برانشيما الخشب. انما اللحاء ده بيتكون من حاجة اسمها انابيب غربالية، انابيب غربالية، وحاجة اسمها خلايا مرافقة، خلايا مرافقة. بص بقى كده، تعالى نمسك اول حاجة اوعية الخشب. بص بالنسبة لاوعية الخشب بتبقى عبارة عن خلايا اهيت مترصصة فوق بعضها، خلايا بتكون موجودة في فوق بعضها، خلايا فوق بعضها. اول حاجة حصلت يعني كانت خلايا حية، اول حاجة حصلت فيها هو ان تم تلاشي الجدر العرضية، تم تلاشي الجدر الايه؟ العرضية، الجدار العرضي ده تلاشى، وبعد كده اترسب عليها من الداخل مادة الليجنين. يعني هو اصلا الجدار بشكل اساسي بيتكون من السيلولوز، فترسب عليها مادة الايه؟ مادة الليجنين. طيب انا ليه رسبت مادة الليجنين؟ علشان خاطر انا عايز مادة غير منفذة للمية، لان انا اصلا وظيفة الخشب ده ايه؟ وظيفة الخشب نقل المية والأملاح، يعني هو وظيفة الخشب نقل الماء والأملاح، نقل الماء والأملاح اللي ممكن نقول عليها ايه؟ العصارة النيئة. خلي بالك برضو ممكن نقول لك عليها العصارة النيئة، العصارة النيئة يعني، ماشي، او ممكن نقول لك عليها المواد الخام، المواد الخام دي كلها وظيفة ايه؟ دي كلها بتنقسم على او بتنطبق على المية والأملاح. طيب ماشي، يبقى في ميه هتدخل من هنا، وبالتالي لازم احط ماده غير منفذه للميه، غير منفذه للميه. مين الماده الغير منفذه للميه؟ اللي هي الليجنين، اللي هو ليه؟ الليجنين. طيب افرض مثلا في ورقه هنا كده، والورقه دي عايزه ميه، في مثلا ورقه هنا كده والورقه دي عايزه ميه، وهكذا ورقه عايزه ميه. المفروض ان انا دلوقتي في حطيت ليجنين، والليجنين ده بيكون غير منفذ للميه، يجي هنا وظيفه حاجه اسمها النقر، النقر، تلاقي الحتة دي كده، المفروض ان انا همسح دلوقتي اهو، بتلاقي في حتة هنا فاتحة هنا كده اسمها الايه؟ النقر. دي وظيفة النقر ان هي بتسمح بخروج ودخول المية من اوعية الخشب. يبقى عندي دلوقتي لو عايز اعدي مية من هنا لازم يكون في حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها نقر، وظيفتها ايه؟ بتسمح بدخول وخروج المية من اوعية الخشب. دي كانت بالنسبة لاوعية الخشب. طيب انا عندي الليجنين ده ساعات بياخد اكتر من شكل، يعني مثلا ممكن ياخد شكل الحلزوني، تلاقيه شبه الحلزونه كده، ممكن ياخد شكل دائري تلاقيه مدور كده، ممكن تلاقي ياخد شكل سلمي يعني شبه السلم، تمام، او ممكن نقول عليه مدرج، يبقى كده ايه؟ شبه الدرجات. وبالتالي ممكن اجي اسالك سؤال واقول لك مثلا اوعيه الخشب، اوعيه الخشب لما باجي اضغط عليها ليه ما بيحصلهاش تقوس؟ هتقول لي بسبب وجود مين؟ بسبب وجود الليجنين، والليجنين احنا عارفين ان هو ماده صلبه، وكمان اصلا من ضمن وظيفه الخشب غير انه اصلا بينقل الميه والاملاح،
بيكسب النبات الايه؟ الدعامه، بيدي النبات دعامه، يعني بيدعم النبات. ليه بيدعم النبات؟ لانه بيحتوي على ماده صلبه اللي هي مين؟ اللجنين، وبالتالي برضو اللجنين ده بيمنع تقوس اوعيه الخشب. وكمان ممكن اسالك سؤال واقول لك، مين هي الخلايا اللي السطح الداخلي بتاعها ممكن ياخد اكتر من شكل؟ هتقول لي برضو اوعيه الخشب، ممكن يبقى حلزوني، سلمي، دائري، يعني ياخد اكتر من شكل. وعلى فكره ما ياخدش شكل عشوائي، يعني انا عند الجنين ده لا ياخذ الشكل العشوائي، ما يبقاش حاجه عشوائيه كده، لا يبقى دايما منظم. طيب دي كانت بالنسبه لاوعيه الخشب. طب الكسيبات، الكسيبات بتبقى عباره عن خليه واحده بس مصحوبه الطرفين، مسحوبه الطرفين، يعني كان مسكت خليه كده وسحبتها من عند الطرف اللي فوق وسحبتها من عند الطرف الايه اللي تحت، وبيكون برضو فيها مين؟ بيكون برضو فيها لجنين عشان يمنع مين؟ يمنع مرور الماء. طيب انا عندي الكسيبات اسمها قصيبات، قصيبات يعني تصغير قصبة، وبالتالي بتبقى حاجة ايه؟ صغيرة، وبتبقى عبارة عن خلية واحدة. لكن انا عندي مثلا اوعية الخشب بتبقى خلية هيت والتانية هيت والتالتة هيت، فتبقى خلايا فوق بعضها، وبالتالي اوعية الخشب هي اللي بتنقل ماء اكتر، بتنقل مية اكتر من القصيبات، هي اللي بتنقل الميه اكتر من القصيبات لانها عباره عن خلايا مترصصه فوق بعضها. ده غير ان قطر اوعيه الخشب بيكون اكبر من قطر القصيبات لان القصيبات صغيره، والقصيبات خلي بالك بقى بيكون فيها عدد كبير من النقر، يعني القصيبات بتحتوي على عدد كبير من الايه؟ من النقر. طيب ايه اهم الفروقات برضو تاني ما بين اوعيه الخشب والقصيبات؟ انا عندي اوعيه الخشب دي لما تيجي تبص عليها قطاع عرضي، يعني ايه قطاع عرضي؟ يعني تيجي تقطع من هنا كده وتبدا ان انت تبص عليها بتلاقيها مدوره، بتلاقيها كده مدوره. لكن القصيبات القطاع العرضي بتاعها لو جيت مثلا تيجي تقطع منها وتبص عليها كده هتلاقي ممكن تاخد الشكل المسدس الخماسي، اي خماسي او مسدس يعني سداسي، يعني ممكن تاخد شكل خماسي وممكن تاخد شكل سداسي. يبقى دي برضو الفروقات ما بين مين؟ ما بين اوعيه الخشب والقصيبات. طيب بالنسبه للانابيب الغربليه، اللحاء عندي بيتكون من انابيب غربليه وخلايا مرافقه، دي وظيفتها ان هي بتنقل المواد الغذائية، المواد الغذائية يعني ممكن أقول عليها العصارة الناضجة، العصارة الناضجة. وبالمناسبة أنا عندي الخشب ده بينقل في اتجاه واحد فقط لفوق، هشرح لك الحتة دي تاني، يعني في اتجاه واحد فقط. أنا عندي الأنابيب الغربلية دي ممكن ينقل لفوق وممكن ينقل لتحت، يعني ممكن ينقل لفوق في أكتر من اتجاه، اتجاه فوق واتجاه تحت. طيب تعالى نشرح كده الانابيب الغربليه. لو جيت تبص على الانابيب الغربليه بتلاقي مثلا دي كده خلايا هي الطويله، بيكون في ما بينها فتحات كده، الفتحات دي عامله شبه الغربال، عامله شبه الغربال، فبقول عليها اسم الصفائح الغربليه، يعني دي كده اسمها صفيحه غربليه، شبه الغربال كده، صفيحه ايه؟ غربليه. انما دي كلها على بعضها اسمها انبوبه غربليه. طيب بص بقى، الانبوبه الغربليه حصل لها تلاشى، بص بقى، تلاشى البروتوبلازم بشكل جزئي، تلاشى البروتوبلازم بشكل جزئي، بشكل جزئي مش بشكل كلي. طب معلش اشرح لي كده حتة البروتوبلازم، ايه هو البروتوبلازم اصلا ده؟ بص انا عندي مثلا الخلية النباتية هي بتتكون من الجدار، ادي كده الجدار اهوت ماشي، بعد كده بيكون في حاجة اسمها الغشاء، طيب ادي كده الغشاء اهوت ماشي، كل اللي جوه الغشاء اسمه البروتوبلازم، البروتوبلازم. طيب البروتوبلازم ده بيشمل ايه؟ بيشمل السيتوبلازم، سيتو بلازم، والنواة، وباقي العضيات، وبيكون فيه عضيات. طيب انا لما اشيل البروتوبلازم ده كله يبقى الخليه هي كده كده عامه الانابيب الغربليه خليه ميته، حصل لها تلاشي البروتوبلازم، يعني احنا شلنا النواه وشلنا العضيات بس سيبنا السيتوبلازم، فتروح تبص كده تلاقي فيه سيتوبلازم عادي خالص اهو، عشان كده بقول لك تلاشى بشكل جزئي. لكن انا عندي بص كده أوعية الخشب حصل فيها تلاشي للبروتوبلازم، تلاشي كامل، تلاشي كامل، تلاشي كامل لمين؟ للبروتوبلازم، للبروتوبلازم. إنما أنا عندي أوعية الأنابيب الغربلية حصل لها تلاشي بشكل جزئي، ليه؟ لأنها بتحتوي على سيتوبلازم. فلما أجي أسألك سؤال أقول لك مثلا إيه الحاجة المشتركة ما بين الأنبوبة الغربلية دهيت، الأنبوبة الغربلية دهيت وما بين مثلا النسيج البرانشيمي؟ هتقول لي ان ده عنده سيتوبلازم اهوت، وده برضه بيكون عنده سيتوبلازم، ده عنده سيتوبلازم وده عنده سيتوبلازم. طيب ماشي، تلاشى منها البروتوبلازم بشكل جزئي، يعني ما عندهاش نواه بس عندها سيتوبلازم.
طيب انا عندي دلوقتي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتنقل الغذاء، يعني لما مثلا يكون في هنا مثلا حته جلوكوز كده، وفي هنا مثلا سيتوبلازم، انا عايز ان حته الجلوكوز دي ابدا ان انا اطلعها هنا كده عشان خاطر اوصلها لفوق. اللي بيحصل بتلاقي السيتوبلازم ده عمال بيلف يلف يلف، ياخد حته الجلوكوز ويبدا ان هو يطلعها لفوق. فالحركه دي حركه اسمها انسياب سيتوبلازمي، اللي السيتوبلازم عمال بينساب. انسياب ايه؟ سيتوبلازمي، انسياب سيتوبلازمي. والانسياب السيتوبلازمي ده بيبقى عباره عن نقل نشط، نقل نشط. النقل النشط ده بيحتاج الى ايه؟ بيحتاج الى طاقه، اللي هي مين؟ اللي هي الاي تي بي. طب مين اللي بيوفر الاي تي بي؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا. طب دي خليه ميته، يعني انا عندي حصل لها تلاشى البروتوبلازم وبالتالي دي كده خليه ميته، اجيب لها ميتوكوندريا منين؟ يجي هنا وظيفه مين بقى؟ وظيفه الخليه المرافقه. بتلاقي في خلية جنبها هنا كده، خلية مرافقة، اهي تبص كده، اهي خلية مرافقة، خلية حية، خلية حية، يعني بيكون فيها نواة، بيكون فيها سيتوبلازم، بيكون فيها ميتوكوندريا. خلي بالك بقى، بتحتوي على عدد كبير من الميتوكوندريا. ليه بتحتوي على عدد كبير من الميتوكوندريا؟ عشان خاطر تقدر توفر لنفسها اي تي بي، وكمان تدي للخلية دي اي تي بي، يعني بتوفر لنفسها وتوفر للأنبوبة الغربالية اي تي بي. وكمان برضو بتحتوي على عدد كبير من الريبوسومات. وظيفة الريبوسومات انها بتصنع البروتينات. طيب انا عندي الخلية دي مثلا لو حصل لها تلف، السيتوبلازم ده لو حصل له تلف، ما هو معظمه بيكون ايه؟ معظمه بيكون بروتين، معظمه بيكون بروتين. طب انا عايز اعوض البروتين، طب هي خلية ميتة هتعوض نفسها ازاي؟ نبدأ ناخد من مين؟ من الريبوسومات اللي بتكون موجودة في الخلية المرافقة. طب انا عايز اوصل ما بينهم، يعني في ده في سيتوبلازم وده في سيتوبلازم، انا عايز اوصل سيتوبلازم الانبوب الغربلية بسيتوبلازم الخلية المرافقة. يجي هنا دور مين؟ فتحات كده اهيت او قنوات اسمها، ركز بقى في الاسم ده، اسمها البلازموديزما. البلازموديزما، البلازموديزما ده اللي بيوصل، البلازموديزما ده اللي بيوصل مين؟ بيوصل سيتوبلازم الخلية الخلية المرافقة بسيتوبلازم الأنبوب الغربالية. وصراحة احنا هنا كده بيحصل يعني تبادل جميل جدا ما بين الأنبوب الغربالية وما بين الخلية المرافقة. هقول لك عليها دلوقتي، بس تعال نبص على الصور برضه عشان نعمل تغذية بصرية. قلت لك أنا عندي النسيج المركب بينقسم إلى أنسجة الخشب وأنسجة اللحاء. الخشب بينقل العصارة النيئة اللي هي المية والمعادن يعني الأملاح، وبينقلها في اتجاه واحد فقط. طيب اللحاء، اللحاء ده بينقل في، بيكون في تدفق ثنائي الاتجاه، يعني لفوق ولتحت. تمام، بينقل المية والغذاء. الغذاء زي مين؟ الغذاء زي عندي مثلا جلوكوز، مثلا أحماض أمينية، مثلا سكروز اللي هو سكر القصب، دي كلها بتبقى غذاء. مين اللي بينقلها؟ بينقلها اللحاء. فين؟ في الأنابيب الغربالية. طب دي اسمها ايه؟ صفائح غربالية، اهي صفائح غربالية. طيب النسيج الخشب ده حصل فيه تلاشي كامل، تلاشي كامل للبروتوبلازم، تلاشي كامل. لكن اللحاء او الانابيب الغربالية حصل لها تلاشي جزئي للبروتوبلازم، تلاشي جزئي، يعني بيكون عندها سيتوبلازم. طيب دي كده الانابيب، ده كده الخشب. على فكرة ده الخشب، ده كده الخشب. قلت لك الخشب ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اوعية الخشب، بتلاقيها مدورة اهيت، يبقى دي كده اسمها اوعية خشب، أوعية الخشب. وتلاقي بقى اللي بتاخد شكل المسدس كده، بيبقى شكل مسدس اسمها قصيبات. طيب بيكون في ما بينهم بقى خلايا حية اسمها برانشيما الخشب، أهي برانشيما الخشب، برانشيما الخشب. وطبعا برانشيما الخشب بتكون خلية حية، يعني بتحتوي على نواة عادي خالص، بتحتوي على سيتوبلازم. ده بيكون موجود فين؟ في برانشيما الخشب. الخلايا حية بتكون موجودة ما بين مين؟ ما بين الأوعية، ما بين أوعية الخشب وما بين القصيبات. طيب تعال نشوف كده، عادي ده مراحل تكوين أوعية الخشب. تلاشت الجدرة العرضية، يعني مثلا كانت خلية عادي خالص اهيت، تلاشى منها البروتوبلازم، وبعد كده تلاشت الجدرة العرضية، فتلاشى الجدرة العرضية ما بقتش موجودة اهيت، ومبقاش موجود برضو البروتوبلازم. ده كده الأشكال، شكل السطح الداخلي لأوعية الخشب. ممكن مثلا تاخد شكل حلزوني اهوت، ممكن تاخد شكل سلمي، شكل دائري، المهم ان هي ما تاخدش شكل عشوائي خالص. ده كده شكل الأنابيب الغربالية.
الانابيب الغربليه هي بتحتوي على حاجه في النص كده اسمها الصفائح الغربليه، والسيتوبلازم بيكون موجود هنا. في بقى حته تبادل جميله بتحصل ما بين الانابيب الغربليه والخلايا المرافقه، وهي ان احنا عندنا الخلايا المرافقه معروف ان هي بتصنع الاي تي بي لان بيكون في عدد كبير من الميتوكوندريا. طيب والانابيب الانابيب الغربليه دي بتنقل ايه؟ بتنقل الغذاء اللي هو من ضمنه مين؟ من ضمنه الجلوكوز. تمام. فالانابيب الغربليه وهي بتنقل الجلوكوز بتديه لمين؟ بتديه للخلايا المرافقه علشان خاطر تاخده في مين؟ تاخده الميتوكوندريا. الميتوكوندريا تبدا ان هي تاخده وتعمل له اكسده وتطلع لي الاي تي بي، تطلع بعد كده مين؟ الاي تي بي. بعد كده تاخد الاي تي بي وتبدا ان هي تديه لمين؟ تديه للخليه الانابيبه الغربليه عشان تستخدمه في عمليه النقل النشط. يبقى احنا كده عندنا الخليه المرافقه بتدي الانبوبه الغربليه اي تي بي، والانبوبه الغربليه بتدي الخليه المرافقه جلوكوز، يعني في تبادل بيحصل ما بينهم. طيب ادي كده مراجعه سريعه الانسجه النباتيه البسيطه. قلنا النسيج بارنشيمي ده عباره عن نسيج حي خلايا ذات جدار رقيق ومرنه وبينها مسافات بينيه، زي مين؟ زي درنه البطاطس، حته البطاطس كده. او ممكن النسيج التاني اللي هو نسيج الكولانشيمي، ده نسيج حي برضه خلايا ذات جدار مغلظ تغليظا غير منتظم بماده السلولوز زي مثلا في ساق البقدونس. وعندنا نسيج الاسكرانشيمي، ده نسيج غير حي خلايا ذات جدر مغلظه بماده اللينين الغير منفذه للميه زي مثلا الكمثرى، تحس ان انت بتاكل الكمثرى كده كانك بتاكل في درج كوميدينو. بعد كده الانسجه النباتيه المركبه، عندنا نسيج الخشب ونسيج اللحاء. الخشب ده بيتكون من اوعيه وقصيبات وبرانشيم الخشب، ويقوم بتوصيل الميه والاملاح المعدنيه من الجدر للساق، يعني في اتجاه واحد بس. ثم وبرده بيكون بيدعم النبات بسبب ايه؟ ان الاوعيه بيكون فيها، الاوعيه والقصيبات بيكون فيها لجنين، واللجنين دي ماده صلبه. نسيج اللحاء بيتكون من انابيب غربليه وخلايا مرافقه، وبرده بيقوم بنقل المواد العضويه، المواد العضويه اللي هي العصاره الناضجه عاليه الطاقه من الاوراق الى الاجزاء الاخرى، ممكن يديها لفوق وممكن ينزلها لتحت عادي خالص. طيب نيجي بعد كده بقى ندرس الساق. احنا دلوقتي لو مسكنا ساق وقطعناه وبدانا ان احنا نبص عليه كده هنلاحظ ان، بس خلي بالك بقى انا بدرس الساق، ساق النباتات ذات الفلقتين، ذات الفلقتين. فبلاحظ ان هو بيتكون من اول حاجه من البشره من ناحيه بره خالص كده، دي البشره. تمام. بعد كده المنطقه دي كلها اسمها القشره. بعد كده بيكون في حاجه اسمها حزمه وعائيه، دي اسمها حزمه وعائيه. بعد كده بيكون في دي اسمها اسطوانه وعائيه. بعد كده بيكون في الحزمه الوعائيه اللي بتتكون من اللحاء والخشب والكامبيوم. طيب بص هنا كده، العلماء لما جم يدرسوا النبات ذات الفلقتين، الصاد بتاع النبات ذات الفلقتين. ليه؟ لانه لقى ان الحزم الوعائيه مترتبه في محيط دايره، تركز عشان دي عليها سؤال، بتترتب اهيت في محيط دايره، والحزمة الوعية بتبقى على شكل مثلث، قاعدة المثلث بتكون جهة الخارج اهي، مثلث قاعدته جهة الخارج ناحية بره اهي. يبقى عندنا الحزمة الوعية في النبات ذات الفلقتين بتكون مترتبة في محيط دايرة وعلى شكل مثلثات اهيت، المثلثات قاعدتها بتكون جهة الخارج. طيب ليه ما راحوش يدرسوا نبات اللي بيكون ذات الفلقة، النباتات ذات الفلقة الواحدة؟ ليه ما يدرسوش الفلقة الواحدة؟ لانه لقى ان الاسطوانه او الحزم الوعائيه متبعتره اهي، لو لاحظت كده هتلاقيها متبعتره اهي، متبعتره مش مترتبه. يبقى ده حته كويسه جدا وعليها سؤال كويس جدا، احنا ليه رحنا درسنا الفلقتين؟ لانها مترتبه، وما درسناش الفلقه الواحده لانها متبعتره. طيب تعالى ندرس بقى تركيب الساق. تركيب الساق من الخارج للداخل، يعني بص احنا هنمسك الحته دي كده اهي ونبدا ان احنا نقطعها فيطلع لنا المنظر ده. اول حاجه هتكون معايا اللي هي القشره، بص دي كده دي قشره. تمام. القشره دي بتتكون من خلايا برانشيميه، لو ركزت كده معايا هتلاحظ ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا برانشيميه اهي، خلايا برانشيميه برميليه الشكل، خلايا برانشيميه برميليه الشكل، بيكون عليها من الخارج طبقه مين؟ طبقه برضو الكيوتين زي الورقه بالظبط، طبقه الكيوتين. طيب عندي تاني حاجه دي مين؟ دي اسمها القشره، دي القشره. يبقى انا عندي بشره بعد كده قشره. القشره دي بتبقى عباره عن ثلاث طبقات، ثلاث طبقات. الطبقه الاولى اللي هي دي الطبقه الاولى. الطبقه الاولى بتلاحظ ان في خلايا متغلظه، على فكره دي متغلظه اهي، دي متغلظه، متغلظه بالسيلولوز، فيبقى ده مين؟ ده الكولانشيمي. الكولانشيمي وظيفته التدعيم، وساعات بيكون في بلاستيك خضراء عشان يقدر ان هو يقوم بعمليه البناء الضوئي. طيب بعد كده الطبقه الثانيه دي كده، دي الطبقه الثانيه، بتلاحظ ان فيها مسافات بينيه،
مسافات بينيه تبقى دي كده خلايا برانشيميه. بعد كده بيكون في غلاف هو عباره عن خلايا برانشيميه بيخزن فيها مين؟ بيخزن فيها النشا، اسمه غلاف نشوي. ده اسمه ايه؟ ده كده اسمه غلاف نشوي. بيخزن مين؟ بيخزن النشا، غلاف نشوي يعني بيكون جواه نشا. واحنا عندنا كاشف اسمه كاشف اليود البرتقالي، يود برتقالي. كاشف اليود البرتقالي ده لما ابدا ان انا احطه على النشا بيتحول الى الازرق، بيتحول الى الازرق. طب انا لو حطيته فين بالظبط هيتحول الازرق فين بالظبط؟ هيتحول للون الازرق في المنطقه اللي فيها الغلاف النشوي. ليه؟ لان الغلاف النشوي ده وظيفته التخزين، وظيفته الايه؟ التخزين. طيب يبقى تاني كده تعالى نرتب معايا الافكار واحده واحده كده. اهو احنا دلوقتي معانا نبات، ساق نبات، بدانا ان احنا نقطعه اهوت، ساق نبات قطعناه فطلع لنا المنظر ده. فلاحظنا ان ده طبعا نبات، ده من النباتات ذات الفرقتين. فتبقى الاسطوانه او الحزمه الوعائيه بتكون مترتبه في المحيط دايره على شكل مثلث قاعده اتجاه الخارج. اول حاجه بنلاقيها بره هي البشره، والبشره دي بتبقى عباره عن خلايا برانشيميه هي الدرميليه الشكل، عليها طبقه من الخارج اسمها الكيوتين بتقلل طبعا فقد الميه، والبشره بتكون موجوده تحتها على طول. يبقى بشره الساق زي بشره الورقه بالظبط. طيب بعد كده بنلاحظ ان في القشره، القشره بتتكون من ثلاث طبقات، خلايا كولانشيميه وظيفتها تدعيم، وساعات برضو بيكون فيها بلاستات خضر عشان تعمل بناء، ضوئي. طيب بعد كده بيكون في خلايا برانشيميه فيها مسافات بينيه، هي المسافات البينيه دي وظيفتها الايه؟ التهويه او التنفس. بعد كده بيكون في غلاف نشوي، والغلاف النشوي ده وظيفته تخزين النشا، تخزين الايه؟ النشا. طيب بص بقى كده هناخد بعد كده حاجه اسمها الحزمه الوعائيه، او مبدئيا خلاص تعالى بقى الباقي ده كله على بعضه اسمه الاسطوانه الوعائيه. اهو ده كله على بعضه اسمه اسطوانه الوعائيه. الاسطوانه الوعائيه دي بيكون جواها حزمه وعائيه، يعني ده كله اسمه، بص ركز معايا كده، المنطقه دي كلها بدايه من هنا كده لحد هنا كده اسمها ايه؟ اسمها اسطوانه. اسطوانه ايه؟ اسطوانه وعائيه. بيكون جواها حزمه، دي اسمها حزمه وعائيه. طيب في خلايا قبل الحزمه، خلايا جنب الحزمه. كلمه حزمه ركز كده معايا، الحزمه دي معناها ايه؟ معناها سايكل، سايكل دايره، او موتوسيكل، او عارف انت العجله اسمها سايكل ليه؟ لانها مدوره عجله، فالحزمه اسمها سايكل. طب لو في حاجه جنبها باللاتيني اسمها بيري، باللاتيني اسمها بيري. طب عايزين نقول حاجه موجوده جنب الحزمه فهقول عليها بيري سايكل، بيري سايكل. طب بالعربي اسمها بيري سايكل. هو بالظبط كده، انا عندي في مجموعه من الخلايا هي موجوده قبل الحزمه بالظبط، اسمها بيري سايكل. البيرسايكل دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعات من خلايا بارنشيميه بتتبادل مع مجموعات من خلايا ليفيه. خلايا ليفيه عامله زي نسائر اللحمه كده، عامله زي حتت اللحمه كده، او عامله زي الياف الحبل. لو انت مسكت الساق كده وجيت تقطعه مثلا باسنانك هتلاقي فيه الياف كده، الالياف دي هتمسك في اسنانك. طب وظيفه الخلايا الليفيه دي او عامه البيرسايكل كله هو انه بيجعل الساق قائمه ومرنه، قائمه وايه؟ ومرنه، يعني ليه دور دعامي. ومرنه، قائمه ومرنه. نيجي بعد كده ندرس بقى الحزمه الوعائيه، ودي اللي احنا عايزين نوصل لها. الحزمه الوعائيه بيكون ترتيب الخشب واللوحاء عكس الورقه. احنا لما جينا ندرس الورقه قلنا ان الخشب، ده كان فيه خا وخا وخا. بس خلي بالك ده كان فين؟ في الورقه. ليه؟ يعني الخشب كان اهو خشب، خا الاولى دي معناها خشب. طب الخا الثانيه معناها خارجي، يعني ناحيه الخارج. والخا الثالثه معناها بينقل المواد الخاء، بينقل المواد ايه؟ مواد خاء. فالورقه الخشب فيها كان فين؟ كان خارجي. الساق بقى عكسه بالظبط، فده ناحيه الخارج بيكون فيه اللوحاء، والخشب هو اللي بيكون داخلي. الخشب بيكون داخلي فين؟ في الساق. يبقى الخشب داخلي في الساق. فيما بينهم خلايا ميريستيميه جذعيه اسمها الكامبيوم، اسمها الايه؟ الكامبيوم. بص كده تعالى معايا اشرح لك البدو ده على جنب هنا كده. ده شكل كده الحزمه الوعائيه، ده الحزمه الوعائيه على شكل مثلث اهي كعاده اتجاه الخارج. اللي بيكون ناحيه الخارج هو مين؟ اللحاء. ودرسنا اللحاء بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن انابيب غربليه وخلايا مرافقه وبينين المواد الغذائيه. اللي بيكون ناحيه الداخل بيكون مين؟ الخشب. ماشي. انا عندي بقى الحته اللي في النص اسمها كامبيوم،
كامبيوم. يعني ايه كامبيوم دي؟ كلمة كامبيوم معناها خلايا ميريستيمية، ميريستيمية، أو ممكن أقول عليها خلايا إنشائية، أو ممكن أقول عليها خلايا جذعية. طيب هي ليه خلايا جذعية؟ بص كده، لو أنا معايا مثلا دي حتة عظمة اهي، العظم ده بيكون في حاجة اسمها النخاع أهو، الحتة اللي في النص دي اسمها نخاع العظام. نخاع العظام ده بيحتوي على خلايا اسمها خلايا جذعية. يعني ايه خلايا جذعية؟ يعني خلايا خام، خلايا خام عاملة زي الورق الأبيض الخام كده، خلايا غير متخصصة، لسه ما تخصصتش في وظيفة معينة. طيب وظيفتها ايه؟ الخلايا دي مهمة جدا لجسم الإنسان. ليه؟ لو حد عنده مثلا مشكلة في كرات الدم الحمراء، المخ يبدأ إن هو يرسل رسالة للجذع ده، فالخلايا اللي بتكون موجود فيه تتحول لخلايا دم حمراء، خلايا دم ايه؟ حمراء. طب لو حد عنده مشكله في خلايا دم بيضاء، المخ يبدا انه يرسل رساله للنخاع العظام ده ويقول له هات لي خلايا دم بيضاء، فتتحول لخلايا دم بيضاء. وبالتالي انا بستنتج كده ان هي خلايا متخصصه تقدر ان هي تديني اكتر من نوع من الخلايا. عشان كده لو حد عنده مشكله في الدم، الدكاتره بتنصحه ان هو ياكل نخاع العظام، العظمه اللي الناس اللي هي بتجي كسر العظمه كده وتقعد تخبط فيها في الطبق كده وينزل منها نخاع، هو ده بقى اسمه نخاع العظام، بيحتوي على خلايا ايه؟ جذعيه، ميريستيميه، انشائيه، خلايا غير متخصصه. بتتخصص بعد كده، ممكن تتخصص لاكتر من نوع من الخلايا، هو نفس الفكره بالظبط كده في الكامبيو. بينقسم ليعطي لحاء جهه الخارج، وينقسم ليعطي خشبا جهه الداخل. ينقسم ليعطي لحاء جهه الخارج، وينقسم ليعطي خشبا جهة الايه؟ جهة الداخل. ده مين ده؟ ده هو ده الكامبيوم. وبالتالي انا عندي الخشب واللحاء الاتنين بيشتركوا مع بعض في ايه؟ بيشتركوا مع بعض في انهم منشأهم، المنشأ بتاعهم بيكون من نفس المكان. يعني الكامبيوم هو اللي بيدينا اللحاء وهو اللي بيدينا الخشب. كمان الكامبيوم ده لا يوجد في الورقة، مش بيكون موجود في الورقة، لا يوجد في الورقة. طيب برضو الكامبيوم ده بيفيدنا في حاجة. لو أنا دلوقتي معايا ده ساق نبات، هرقمه مثلا رقم واحد، وده ساق نبات هقول عليه رقم اتنين. مين النبات الأكثر عمرا؟ النبات الأكثر عمرا هو النبات رقم اتنين، الأكثر عمرا. الأكثر عمرا ليه الأكثر عمرا؟ لأن في كمية كامبيوم عمالة تنقسم فتدينا لحاء من جهة الخارج وخشب من جهة الإيه؟ جهة الداخل. وبالتالي الساق كبر معايا، الساق اهو العرض وقطر الساق كبر معايا بسبب ايه؟ كميه الانقسامات اللي انقسمها الكامبيوم. لكن ده ساق لسه صغير في السن، لسه صغير في السن. ليه؟ لان الكامبيوم لسه ما انقسمش كتير او انقسم كميه قليله. دي برضو حاجه بتفيدنا في معرفه الايه؟ النباتات الاكثر عمرا لما الاثنين يكونوا نفس النوع. على فكره لما الاثنين يكونوا نفس النوع. وبكده نبقى خلصنا الانسجه اللي بتكون مسؤوله على النقل. في برضو ملحوظه كده صغيره محتاجين ان احنا نفهمها. بص انا عندي بيبقى في حاجه اسمها خط امداد، وحاجه اسمها خط انتاج، وحاجه اسمها خط توزيع. بص لو ده كده مثلا معايا نبات، ده الجدر اهوت، ودي كده الورقه، وده كده الايه؟ الزهره. تمام، مين هو خط الامداد ومين هو خط الانتاج ومين هو خط التوزيع؟ عندي الخشب وظيفته هو انه يجيب لي ايه؟ يجيب لي الميه، يجيب لي الماء والاملاح. مين دي؟ دي مواد الايه؟ المواد الخام. يروح يديها لمين؟ يديها للورقه، فالورقه تعمل عمليه بناء ضوئي، فتطلع لي مين؟ فتطلع لي الجلوكوز اللي هو مين؟ اللي هو الغذاء. بعد كده اللحاء ياخده من الورقه، يبدا ان هو ياخد الحاجات دي من الورقه ويبدا يطلعها للزهره مثلا اللي فوق وينزلها للجذر اللي تحت، يبدا ان هو يوزعها. يبقى كده انا بستنتج ان خط الامداد هو مين؟ هو الخشب. وخط الانتاج هو مين؟ هو الورقه. وخط التوزيع هو مين؟ هو اللحاء. يبقى خلي بالنا من الحته دي. برضو كمان في معلومه بالنسبه للكائنات، انا عندي الكائنات هقسمهم لثلاث انواع. في كائنات بدائيه، كائنات بدائيه بسيطه زي مثلا الطحالب، او الكائنات مثلا اللاوعائيه، او الكائنات الايه؟ اللاوعائيه. عندي مثلا زي طحلب اسمه طحلب الاسبيرو جيرا، طحلب اسمه الاسبيرو جيرا. الطحلب ده يعني مثلا كذا خليه جنب بعضها فتركيبه بسيط. الطحلب ده لما بيجي ياخد الغذاء بتاعه بينتقل له بخاصيه يا اما النقل النشط يا اما الانتشار.
لما انت عارف مثلا في بعد كده بيكون في نباتات راقية، نباتات راقية زي مثلا زي الفول. الفول ده او النباتات الراقية عامة الغازات فيها، الغازات بتنتقل بخاصية الانتشار، لكن عندي المواد الأولية والغذاء، المواد الأولية زي المية والأملاح أولية، والغذاء اللي هي المواد العضوية بينتقل بواسطة إيه؟ أنسجة وعائية متخصصة، أنسجة وعائية متخصصة. طيب أنا عندي بقى نباتات يعني كائنات راقية خالص زي مثلا الحيوانات والإنسان، الحيوانات والإنسان عندها بقى الغازات، سواء كان الغازات أو الغذاء بتاعها، كل دول بينتقلوا بأنسجة إيه؟ بأنسجة وعائية متخصصة. ليه؟ لأن أنا مثلا ما ينفعش آخد الغاز بتاعي اللي هو الأكسجين بالانتشار، ما ينفعش آخده بالانتشار، ما ينفعش آخد أطلع ثاني أكسيد الكربون بالانتشار، لا ده أنا عندي أنسجة متخصصة اللي هي مين؟ اللي هي الشرايين، اللي هو الدم عامة اللي بيجري فين؟ في الشرايين والأوردة. وبالتالي كده أنا قسمت النباتات لثلاث أنواع: بدائية ونباتات راقية والحيوانات. وبكده نبقى خلصنا الجزء الأول من درس النقل في النبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.